أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أكتب بعض الفوائد والعبر من خطبة الجمعة وذلك أثناء إلقاء الخطبة والإمام على المنبر؟ لا، اقطع الحركة والكلام وأنصت، لا تكتب. من مس الحصى فقد لغى، اللي يخط في الأرض يواسي الأرض والإمام يخطب لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا تتحرك ولا تعمل شيء وقت الخطبة، لا بكتابة ولا بغيره. نعم.